صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون حلو. يعني مش عارفه اشكركم ازاي بجد على الكومنتات بتاعت امبارح وشويه التفاعل على الفيديو بتاع امبارح. بجد شكرا من كل قلبي، شكرا لكل واحده بجد خدت من وقتها حتى لو ثانيه واحده عشان تحط لايك او كومنت لطيف او تسمع حتى الفيديو لمجرد دقيقتين، فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. بجد شكرا من كل قلبي لكل واحده بتكتب كومنت بجد حلو. شكرا بجد ان انتوا عايزيني اصلا اكمل، يعني فكرة ان انتوا عايزيني اكمل وافضل موجودة معاكم فدي حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا. فصحيت النهاردة وقلت لازم نصور الفيديو اللي انتوا طلبتوه مني امبارح. في بنوتة طلبت مني هنتكلم عن الشامبو والبلسم اللي انا جربتهم الفترة اللي فاتت وانهي الحلو ايه الوحش وايه الحاجات البديلة للحاجات اللي بقت غالية، بما ان اصلا لوريال بقت مقاطعة وانا من ضمن الناس اللي كانت بتستخدم لوريال، فحاليا انا ما بقتش اجيب لوريال خلاص لان هو بقى مقاطعة. فدلوقتي بقى قدامنا حلول تانية وافكار تانية لشامبوهات وبلسم حلوين جدا، اللي بينظف الفروة حلو جدا واللي بيرطبوا الشعر حلو قوي. وعايزة اقول لكم انا صحيت خدت القرار ان انا اقص شعري، كمان شوية هنزل اروح اقص شعري. ما يغركوش اصلا ان شعري اصلا مثلا هتقولي ده قصير، لا ولا شعري وصل نص ظهري فمحتاج ان هو يتقص. وعلى فكره انا بقالي شهر 4 اللي جاي ده بكون كملت سنتين موقفه حراره، فانا يعتبر كده انا بقالي سنه وما جيتش جنب شعري، يعني انا ما قصتوش، فانا يعني المده دي طويله جدا. فانا لازم اروح اظبط شعري لان هو اصلا ما بقاش ألذ حاجه. فمش عارفه هاخدكم فلوج معايا واعرف اصور، عرفت تمام ما عرفتش نشوف لها حل تاني. المهم خلينا نبتدي الفيديو بقى بتاع النهارده، ومن غير رغي كتير تعملي لايك والشير والكومنت بتاعك الحلو، ولو انت جديده انزلي اشتركي في القناه لان بجد ده هيبسطني جدا، واعملوا شير لاصحابكم كمان عشان يستفادوا ويشوفوا البدائل بتاعه المقاطعه. وبس كده خلينا نبتدي الفيديو بتاع النهارده. قررت ابدا من اغلى حاجه لحد ارخص حاجه. اول حاجه معانا الشامبو بتاع رو افريكان، طبعا باين على الازازه ان انا مبوظاها ازاي. اول حاجه الشامبو ده بالارجان وعندهم نوع تاني بزبده الشيا، فانا بالنسبه لي الارجان بيمشي مع شعري حلو جدا. ده بيحتوي على الالوفيرا والارجان اويل والجوجوبا اويل وفيتامين اي وبانسينول، وما فيهوش اي فريجرانس وما فيهوش اي حاجه، خالي من البارابين والسلفيت وخالي كمان من الكحولات، خالي يعتبر كده من كل حاجه. فانا عايزه اقول لكم ان الشامبو ده حلو قوي قوي قوي، حتى السايز بتاعه كويس جدا، يعني انت ممكن تاخديه معاكي وانت مسافره، ما تضطريش ان انت مثلا تفضيه في علبه تاني علشان تاخدي سايز صغير، فده حلو جدا زي ما بقول لكم، خالي من السلفيت والبارابين والسيليكون. وعايزه اتكلم بس في نقطه قبل ما ادخل على الانواع التانيه، ان السلفيت والبارابن وجود المواد دي بتساعد ان احنا ننظف شعرنا، سواء بقى مثلا لو عملتي حمام زيت شعرك بقى اسبوع ما تغسلش، فانت بتبقى محتاجه ماده السلفيت نفسها علشان تنظفي فروه الراس حلو جدا. لكن المواد هنغسل مره شعرنا بشامبو فيه سلفيت ومره تانيه ما فيهوش سلفيت، فده من الحاجات اللي ما فيهاش سلفيت وارشحه لناس كتير جدا. سعره معاه البلسم تقريبا بحوالي 300 وشويه حاجه كده في الرينج ده، فبالنسبه لي كان حلو جدا. وعايزه اقول لكم هو لسه فيه وما خلصش. بعد كده البلسم بتاع رو افريكان، البلسم ده عايزه اقول لكم ان هو تحفه في ترطيب الشعر، بقسم شعري سيكشن سيكشن وابدا اخد حبه من البلسم حلوين جدا. واتوصى بحوار البلسم لان انا بقعد اسبوع ما بغسلش شعري، اسبوع بالظبط، لان انا شعري كيرلي بيفضل قاعد كده زي ما انتم شايفين، دي كده اخر ايام شعري فهو خلاص عايز يتغسل. مش بقعد مثلا 7 ايام بالظبط، ممكن اقعده من 5 ل7 ايام، فمحتاجه بلسم يرطب شعري عشان يقلل الهيشان وشعري يبقى شكله حلو لحد اخر يوم. ده برضو بيحتوي على زيت الزيتون وزيت الارجان والجوجوبا والبنسينول والجليسرين، وكمان في فيتامين اي، وكمان خالي من السلفيت والبارابن والسيليكون، وكمان مناسب للشعر الجاف والتالف قوي. لو انت شعرك جاف جدا فالشامبو البلسم ده قصدي مناسب معاكي جدا جدا جدا، لان هو بيرطب الشعر حلو قوي، بيهدي كمان الهيشان، يعني زي ما انتم شايفين اصلا شعري كيرلي فيعني في جفاف كتير قوي، فالبلسم ده حلو جدا لكل الناس اللي شعرها جاف. ندخل على اللي بعد كده وهو الشامبو بتاع ديفول. الشامبو والبلسم بتاعهم عايزه اقول لكم دول من احلى الانواع اللي انا جربتها. الشامبو نفسه حلو جدا، دول النوعين الشامبو. ازازه البلسم مش عارفه راحت فين هي، بس المهم ان هي ضاعت. يعني الشامبو واحد بالارجان وواحد بزبده الشيا، ده الارجان وده زبده الشيا.
من احلى الانواع اللي انا جربتها، الاتنين خالي من السلفيت والبارابن والسيليكون، مناسبين جدا للاطفال لان ديفول اصلا مخصصه للاطفال، وان هي اصلا بتاعت اطفال مش بتاعت كبار، بس احنا عادي الكبار بنستخدمها. فبالنسبه لي شامبو ديفول من احسن انواع الشامبوهات بجد، اللي بتنظف قوي وبترطب الفروه حلو جدا وخالي من السلفيت والبارابن والسيليكون، فده بالنسبه لي من احسن انواع الشامبوهات، وبرغم ان هو ما فيهوش سلفيت بس بينظف الفروه حلو قوي، يعني بينظفها حلو جدا. يعني انت لو عامله حمام زيت وعايزه تنظفي فروه راسك استخدمي ديفول، مش هيقول لك لا، هينظف فروه الراس حلو قوي. وسعر الازازه منهم كانت السعر الازازه ب 100 جنيه. ندخل على بعد كده وهو اللي الشامبو والبلسم بتوع بليس، ده في اقبال كتير قوي على بليس، لان في ناس بتقول ان هو بيوقع الشعر وناس بتقول لا ده حلو ومش عارفه ايه وكده. طيب بليس من الحاجات اللي فيها سلفيت، خلي بالكم بليس من الحاجات اللي فيها سلفيت، ده اللي معايا دول بزيت الارجان، دايما انا بستخدم الحاجات اللي فيها ارجان او جوز هند. حلوين، حلوين جدا، حلوين قوي قوي قوي. نتكلم عن الشامبو الواحد، ده الشامبو بتاعه الحجم 300 مللي بالارجان، طبعا بينظف فروه الراس حلو قوي لان هو فيه سلفيت، يعني وقت ما بعمل مثلا حمام زيت او بعمل مثلا شعري عايز يتنظف حلو جدا بستخدم بلس. فانا بالنسبه لي ان الشامبو بتاع بلس حلو جدا، ما سببش اي اذيه لشعري، بالنسبه لي كان حلو جدا وكان لذيذ، يعني شغال معايا ما بيقولش لا. بصراحه دايما بقول ان بلس من المنتجات المصريه اللي سعرها اقتصادي لاي واحده عايزه تبدا في روتين الشعر وتهتم بشعرها. شامبو وبلسم لزاز وسعرهم رخيص ومعاهم حمام كريم، والحمد لله على كده. وفي الحجم ال 300 مللي والحجم ال 500 مللي. بعد كده البلسم بتاعه ده من احلى انواع البلسم بجد اللي انا جربتها، بالنسبه لي بجد تحفه تحفه تحفه، لان هو بجد في الترطيب خطير، ممكن اصلا يغنيني ان انا استخدم حمام كريم. فانا بالنسبه لي ده من احسن انواع البلسم اللي انا جربتها. ده برضو بالارجان بيرطب الشعر حلو جدا، بيسلك الشعر بكل سلاسه، لو انت شعرك جاف بجد بجد هيناسب معاكي جدا، لانه من احلى الحاجات اللي بترطب وتحس ان هو بيرمم الشعرايه كده شويه. وعايزه اقول لكم هو فاضل فيه حبه صغننين قوي اصلا مش عارفه اطلعهم، يعني محبوسين هنا. ندخل للي بعد كده وهو الشامبو بتاع بوبانا والبلسم بتاع بوبانا. طيب نتكلم عن الشامبو الاول، الشامبو حلو جدا فيه سلفيت وبارابن وسيليكون، بس بينضفوا طبعا الفروه حلو قوي قوي قوي، بينضفوها حلو جدا. فانا بالنسبه لي من انواع الشامبو اللي هي كانت كويسه قوي معايا، بتنضف فروه الراس حلو جدا وبترطب كده الشعر شويه مش بتنشفه، ودي بالنسبه لي حاجه كويسه، ودي دايما حاجه كده انا ببقى مرتاحه عليها، طول ما الشعر او فروه الراس مترطبه يبقى انا كده في السليم. ودايما بدور على الشامبو اللي يرطب شعري، يعني دايما بدور على الحاجه اللي دايما بترطب شعري، مثلا زي زيت ارجان، جوز هند، زبده الشيا، السواعي، وسواعي بتمشي معايا على حسب. فانا ده بالنسبه لي من احسن الحاجات اللي انا جربتها. سعر الازازه اصلا كانت ب 100 جنيه، وكان برضو السعر اقتصادي، والحجم بتاعه 400 مللي، فدي كانت حاجه كويسه جدا. ندخل بعد كده على البلسم، وده اسوأ بلسم انا جربته في حياتي، لان هو خفيف 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 عامل زي الميه. انا هوريكم دلوقتي اصلا القوام بتاعه عامل ازاي، لان هو اصلا يعني خفيف جدا، بصوا هتلاقوه بينزل، شايفين؟ بصوا القوام بتاعه ده، ما يرطبش شعري ابدا، تحس ان هو اصلا مرطب ايد او مرطب جسم حاجه زي كده. بصوا شايفين عامل زي الميه كده بطريقه مش حلوه. البلسم ده ممشيش معايا نهائي، لانه بجد من اسوأ انواع البلسم اللي انا جربتها بجد، معرفش بوبانا كانت ماشيه معايا حلو، وجيت عند البلسم ده بجد لا، يعني عملوا بلسم بجد مش ألذ حاجه، لان البلسم ميه يا جدعان، تحس ان هو اصلا ما بيرطبش الشعر. فانا دلوقتي بقيت استغله في ان انا نعمل بيه الشيفنج بتاع الجسم، فانا ده بالنسبه لي مستحيل مستحيل يجيبه تاني، وكان سعر برضو الازازه ب 100 جنيه. عايزه تجيبي مثلا الشامبو بتاع بوبانو، عايزه تجيبي بلسم كويس، ممكن تجيبي البلسم بتاع ديفول، البلسم بتاع رو افريكان، البلسم بتاع بليس، دول حلوين قوي، لكن البلسم بتاع بوبانا سيء جدا. ندخل على اللي بعد كده وهو الشامبو والبلسم اللي اقرب لقلبي، وسعرهم بجد بحاجه و30 او حاجه و40 جنيه، بجد من احلى الانواع اللي انا جربتها، وهم دول الشامبو والبلسم بتاع الو ايفا. بجد بجد احنا نبعت شكر خاص لالو ايفا بجد ان هم بيعملوا كواليتي حلوه كده. البلسم بتاع الو ايفا او الشامبو بتاع الو ايفا بجد من الحاجات الحلوه قوي،
فتعالوا نتكلم اول حاجه طبعا عن الشامبو. الشامبو بينظف فروه الراس حلو جدا وباين على الازازه، انا مطلع عينها. ال 230 مللي سعره بالظبط، الشامبو كان ب 32 جنيه، بجد بينظف فروه الراس حلو قوي. بيحتوي على الوفيرا وارجان اويل وجوجوبا وبنسينول، بصوا بيرطب حرفين الشعر بطريقه مش طبيعيه. فانا ارشح لاي بنوته بجد، لو انت عايزه حاجه بس سعرها اقتصادي خالص عندك ده ب 32 جنيه، ولو زاد قوي هتلاقوه يا جدعان ب 35 جنيه، بجد من ارخص واحسن انواع الشامبو اللي انا جربته. البلسم بتاعهم من احلى وانضف الانواع اللي ممكن تجربوها. البلسم كنت جايباه بالظبط سعره ب 45 جنيه او ب 40 جنيه، بجد من احلى الانواع اللي انا جربتها، قوامه حلو قوي. ممكن يغنيك اصلا انت ما تستخدميش حمام كريم، بيرطب الشعر حلو جدا وبيسلك الشعر حلو قوي، فدي بالنسبه لي احلى حاجه ان هو بيسلك الشعر حلو جدا، فدول بالنسبه لي ما اقدرش استغنى عنهم خالص، بالذات البلسم يا جدعان. الفيديوهات اللي جايه هنتكلم برضو عن كريمات الترطيب، الحمامات الكريم، انواع الكريمات اللي بترطب، انواع السيرم اللي بترطب، كل حاجه بترطب الشعر. بما ان انتوا حابين سلسله الفيديوهات دي، وبما ان خلاص يا جدعان بقى في مقاطعه كتير قوي، فاحنا لازم نشجع المنتج المصري بتاعنا، شجع منتجات بلدك. في حاجات كتير قوي مصريه احنا اصلا ما نعرفهاش، لان يعني في ناس كتير قوي كانت بتلجأ للوريال وفيشي والحاجات دي، واصلا لوريال عامه بقت مقاطعه، او الشامبوهات عامه الاجنبيه بقت مقاطعه، فاحنا دلوقتي بنلجأ للحاجه المصريه اللي مصنوعه في مصر والكواليتي بتاعتها عاليه والسعر بتاعها. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، وما تنسوش تشجعوني وتكتبوا لي كومنت حلو. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، باي باي.